متوسط مسن سعودي ما نمش من 40 سنة بيدور على النوم في كل مكان ونفسه ينام ساعة واحدة بس قبل ما يموت. 40 سنة من غير ما يدوق طعم النوم. هو في حد ممكن يفضل طول حياته صاحي من غير ما ينام ويفضل في حالة يقظة مستمرة طول الوقت؟ هو في حد ممكن يعيش حياته عادي من غير ما ينام ساعة واحدة؟ ده بالظبط اللي حصل مع سعود بن محمد الغامدي، واللي قصته أثارت استغراب كل اللي سمعها. الراجل ده ظهر في أكتر من لقاء تلفزيوني حكى قصته وقال إن عمره دلوقتي 70 سنة. مشكلته بدأت من 40 سنة والأعراض بدأت لما كان في معسكر الرصافة، وقتها كان قائد مدرعة. الراجل اتكلم عن الفترة اللي ظهر فيها المرض وقال إنها فترة كانت صعبة ومرهقة، كان طول الوقت بياخد أوامر عسكرية صارمة، كان لازم ينفذ الأوامر اللي بياخدها، وبعد الفترة دي لقى نفسه مش عارف ينام أبدا. وبعد انقضاء فترة التدريب راح الرياض، كشف هناك في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني. الدكاترة هناك كتبوا له على مهدئات لكن للأسف برضه ما نمش. بعدها انتقل لنجران مع الحرس الوطني وأدى فترة تدريب تانية لمدة 30 يوم، هناك برضه ما كانش بينام وحالة اليقظة استمرت بشكل غريب. بعدها راح مستشفى تانية في مدينة جرة والدكاترة برضه كتبوا له مهدئات لكن برضه الأدوية دي كلها ما أثرتش معاه وفضل في حالة اليقظة المستمرة. كل الدكاترة اللي راح لهم أكدوا إنه بيعاني من حالة اكتئاب مزمن. الراجل اتكلم عن معاناته وقال إنه كل يوم بالليل بيحاول ينام ويهدي نفسه لكن بيفضل صاحي من غير سبب، بيكون سامع كل حاجة حواليه ما بيعرفش ينام. قال إن المهدئات والأدوية اللي هو أخدها سببت له كوابيس وصداع ما استفادش بيها أي حاجة. الراجل ما اكتفاش بالأدوية بس، ده كمان راح لمعالجين شعبيين وقراء قرآن كريم وافتكر إن حد عامل له عمل. الراجل ده قال إن الموضوع مش مقتصر على عدم النوم بس، ده كمان بدأ يعاني من النسيان ولما بيروح لأي مكان بينسى هو كان رايح يعمل إيه بسبب حالة اليقظة اللي هو فيها دايما. الراجل ده قصته من أغرب القصص اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، ورغم إن الناس الطبيعية لما بتعرفش تنام يوم أو اتنين بيبقوا باين عليهم التعب ومش قادرين يوصلوا حياتهم، الراجل ده بقاله 40 سنة صاحي ومتيقظ. أمله الوحيد دلوقتي إن عينه تدوق طعم النوم ولو ساعة واحدة بس، نفسه يلاقي حل لمشكلته ويرجع ينام تاني زي زمان، رغم إن النوم شيء طبيعي في حياة الناس كلها وممكن الناس ما تكونش حاسة إن دي نعمة، لكن الراجل ده فقد نعمة النوم ومش عارف ينام أبدا. وأكيد كلنا متعودين إننا ننام ونصحى تاني يوم نكمل شغلنا عادي وحياتنا عادي، فاكرين إن النوم ده شيء طبيعي، مجرد ما بنحط راسنا على السرير بنروح في النوم على طول، لدرجة إن كلنا تعودنا إن النوم حاجة عادية في حياتنا. اللي ما نعرفوش إن في ناس محرومة من نعمة النوم وممكن يقعدوا بسنين ما بيناموش، ولسه لحد دلوقتي قصص الناس دي مثيرة لاستغراب كل الناس، لأن الناس الطبيعية لو ما ناموش بيبقوا مش مركزين في أي حاجة، ومحدش بيصدق إن في حد ممكن يفضل طول عمره عايش من غير نوم، لكن المفاجأة إن ده حصل على أرض الواقع، وفعلا الراجل ده فاقد نعمة النوم ومش عارف ينام أبدا. إيه رأيكم في قصة الراجل ده؟ وهل سمعتوا قصص زي دي قبل كده؟ وهل بتعرفوا تناموا عادي ولا بتواجهوا مشاكل زي الراجل ده؟ شاركونا الرأي في الكومنتات.